هو انا لو افترضت مجازا وقلت جيت على الواد طارق ده اهو وقمت ضربه ضربه، فضربه جت جامده قوي في وشه جت دم، راح واخد بعضه هو واهله وراحوا رايحين للايه؟ جامع بليس، وراح اشتكاني هناك. اذا ايه الحدث اللي تم الاول؟ ضرب. حلو، ده رقم واحد صح؟ الحدث ده الضرب ده ياخد زمن اسمه ماضي تام. ماضي ايه؟ يبقى ما هو الماضي التام؟ هو حدث يسبق حدث اخر، اللي هو بقى ايه الحدث الاخر اللي بعديه؟ اللي هو هيروح يشتكي صح؟ يبقى في عندي كام حدث؟ اثنين، حدث اول وحدث ايه؟ الحدث الاولاني هو فعل الضرب صح؟ ده حدث الاول. طب والحدث الثاني؟ راح اشتكي. بقى الكلام ده راجل بيقول الماضي التام اللي هنشتغل فيه النهارده بيعبر عن فعل او حدث اكتمل اللي هو الضرب قبل حدث اخر اللي هو راح اشتكى صح. يبقى الماضي التام هو فعل ها اكتمل اللي هو الضرب قبل ايه ها حدث اخر اللي هو راح ايه اشتكى. ان هو اكل ادي حدث تام، ها راح نام يبقى ده حدث ايه التاني، ها خلص مذاكرته ها راح يتمشى يبقى حدث اكتمل قبل حدث ايه اخر، ده الماضي الايه التام. طب عشان نقول الكلام ده لازم اعرف الماضي التام ليه تكوينتين، كم تكوينه؟ اتنين. ممكن اكونه في الماضي التام في المبني المعلوم، وممكن اكونه في المبني الايه افهم الاول. يعني ايه مبني المعلوم؟ انا اللي قمت بالمذاكره كده مبني المعلوم، انا اللي ضربته كده مبني المعلوم صح، انا اللي قبضت على الحرامي كده مبني ليه. طب الحرامي قبض انت هتهجص مش هينفع، الحرامي ما بيعملش فعل زي ده، يبقى كده بقت مبني للايه للمجهول. يبقى انا لازم ادري الاول هو انا شغال معلوم ولا، يبقى لو بدات بالفاعل ها هختار هاد وتصريف ايه، يبقى مما يتكون الماضي التام من هاد وتصريف ايه بشرط ان يكون الجمله الفاعل هو الذي قام بالايه بالفعل. طب افرض مثلا يا مستر بنيت الجمله للايه المجهول، يبقى كده مش هبدا بالفعل، امال هتبدا بمين؟ بالمفعول. طالما هبدا بالمفعول يبقى هستخدم هاك ها بين وتصريف تام. يبقى مما يتكون الماضي التام بدايه بالراحه، الماضي التام يا مستر هو عباره عن حدث تم واكتمل اولا صح، وجاء بعده حدث ايه ثاني. فالماضي التام هو اللي بيحصل الايه الاول، بيتكون من كام شكل؟ اثنين. اذا كانت الجمله مبنيه للمعلوم يبقى هاد وتصريف ثالث، اتفقنا. طب لو كانت الجمله مبنيه للمجهول يعني بدات بالمفعول هاد وتصريف ثالث، بس حضرتك هتحط في النص ايه بي، يعني كده هاد وتصريف ثالث وكده هاد وتصريف ايه ثالث، بيخترق التكوين ده كلمه ايه بي. ليه؟ الجمله مبنيه للمجهول. طب وانت مش عارفه؟ لانه بدا بالمفعول. وانت مش عارفك برضه؟ لان المفعول ده مش هو اللي بيقوم بالايه بالفعل. فاديني برضو معلومه اوسع شويه، يعني بين الشك. انت اتكلمت كده بحرفيه ايه الفرق بين الماضي التام والماضي البسيط. الماضي التام هو اللي تم الايه الاول صح، الماضي التام هو اللي تم الايه. فبوصولي لموقف الاتوبيس، وصولي موقف، يبقى انا لما وصلت موقف الاتوبيس في الحاله دي الحدث الايه الاول، كده خدت زمن ماضي تام، انا اللي وصلت، انا اللي وصلت. يبقى معلوم ولا مجهول؟ معلوم. يبقى اخد ايه هاد وتصريف تام. وصلت الساعة كام؟ at 8. الساعة كام؟ ممكن بدل at 8 اقول by 8. ها يا at هي يا باي، خلي بالك من اللفظين مهمين قوي. يبقى وصولي للموقف كان الساعة كام؟ الساعة كام بقى؟ at 8 او by 8. يبقى في الحالة دي by 8 o'clock صح؟ ها معايا؟ at 8 o'clock. يبقى by 8 o'clock خدت زمن ايه؟ ها؟ ماضي تام. وماضي تام هنا ده حدث ايه؟ قال له حدث اول. قال له طالما حدث اول وهو فعل الوصول يبقى انا كده اخترت ماضي تام ومبني للمعلوم. صعبه؟ يبقى دي الرسمه اهو، احنا رسمناها بس رسمه كده عشان توصل لك ان انت وصلت محطه الاتوبيس، ده كده وصول ماضي بسيط. الساعه كام يا باشا؟ at 8 o'clock او by at 8 o'clock، يعني بحلول الساعه 8 انا وصلت
خلاص هيبدا يتحرك الاتوبيس. بس نقرا الجمله الاول. باي يسترداي. باي 8 o'clock. حلو قوي. طيب يبقى باي ها يستر ايه؟ خلي بالك من التعبير لان ده هتشوفه هتختار على طول، ده اللي هيسهل لك. هتختار زمن ماضي تام اللي هو بيتكون من هاد وتصريف ايه؟ تام. هي هاد ريتشت لندن. يبقى في الحاله دي الحدث اللي تم ايه الاول؟ انه وصل لندن. الحدث اللي تم هنا في الرسم ايه؟ انه وصل موقف الاتوبيس اللي هو الباص ايه؟ ستوب. يبقى باي وفتره زمنيه فين؟ في الماضي. باي وفتره زمنيه فين؟ يبقى ممكن اشيل باي يستر دي واقول باي واكتب مثلا 2020. ما هي دي فتره زمنيه فين؟ هو احنا النهارده سنه كام؟ 2023. يبقى باي وقبلها فتره بعدها زمن ايه؟ في الماضي. الفتره الزمنيه تكون فين؟ طب لو كتبت هنا معلش يا مستر باي 2025 تنفع؟ غلط، ما ينفعش. لازم تكون الفتره فين؟ في الماضي. يبقى باي زائد ها فتره زمنيه في الماضي. باي زائد فتره زمنيه في الماضي تديني زمن ماضي تام اللي هو بيتكون من هاد وتصريف تام اللي هو الحدث الايه؟ الاول. حلو الكلام. طيب انت وصلت الساعه 8 بدا الاتوبيس بعد كده يتحرك. تحرك الاتوبيس، اذا تحرك الاتوبيس ده الحدث الكام؟ الحدث الثاني ده ياخد زمن ايه؟ الماضي بسيط. يبقى ذا باص ها هاد ليفت ولا ليفت؟ ليفت، لان انت وصولك الساعه 8 والاتوبيس اتحرك الساعه كام؟ 10. في فتره زمنيه متباعده مش كده؟ ولا هو اول ما وصلت مشيت؟ لا خلي بالك عشان اللفظ ده هنعوزه. لا انا اكلت وروقت وعليت الطاسه كده وقمت غسلت ايدي وشربت كوبايه شاي وبعد كده اتفرجت على فيلم ولا بتاع ودخلت ايه؟ نمت. ده فترات كده، في فتره زمنيه صح؟ في مساحه. اذا المساحه دي بتقول لك ماضي تام ماضي ايه؟ بسيط. فواحد بيسال افرض يا مستر ما فيش المساحه دي، يعني مثلا اول ما شفت علي ضربته. لا كده ما فيش مساحه زمنيه، ما فيش فتره متباعده صح؟ في تباعد؟ هنسال السؤال ده ونشوف اجابته هتطلع ايه دلوقتي. تاني اهم شيء يكون في ايه؟ ها؟ تباعد زمني. يبقى الحدث الاولاني هتختار له ايه؟ ماضي تام. والحدث الثاني هتختار له ايه؟ اللي هو ايه بقى الماضي البسيط؟ بيتكون من ايه الماضي البسيط؟ اقول لك بص يا مستر، الماضي البسيط هو التصريف الثاني اللي ايه؟ باضافه دي واي دي واي اي دي، افعال ايه؟ منتظمه، ولكن في افعال ايه؟ شاذ. طب ممكن يبقى له شكل ثاني؟ ووز اوير وزائد اسم او صفه، الكلام ده خدناه. ووز اوير واسم وايه؟ حلو. يبقى الشاشه اللي قدامك دي كلها بتوضح ايه؟ بتوضح حدث ايه؟ كم فعل؟ امسك في الفعل بقى، بس عايزك تطلع ذكي في اللجنه. في طالب زهقان يقول لك هو انا لسه هترجم؟ لازم ترجم. عشان تجيب الدرجه النهائيه. طب انا لو مش عايز اترجم وعايز اخلص بس كده احتمال ما تجيبش الدرجه الايه؟ النهائيه. طب قول بس اعمل ايه؟ قال له والله يا باشا انت لقيت ها باي وفتره زمنيه فين؟ في الماضي. جاب لك في اللجنه ماضي تام صح؟ يبقى الجزء الثاني اللي ناقص، ناقصك ايه؟ ماضي بسيط. طب جاب ماضي بسيط ناقصك ايه؟ خلصت. طب هل ممكن اجيب درجه النهائيه؟ احنا اتفقنا قلنا احتمال، لان انت ماشي كده بالطوبه والزلطه. لو لقيت ماضي تام ماضي بسيط. طب لو لقيت ماضي بسيط، طب ليه يا مستر؟ ما هو احنا اتفقنا اتفاقيه انا وانتوا لما يبقى في فتره زمنيه في النص، فاصل زمني في النص صح؟ طويل ولا قصير؟ طويل. يبقى ماضي تام ماضي ايه؟ افرض الجمله اللي انت قريتها فيها ماضي بسيط ناقصك ايه؟ طب ما فيش فتره زمنيه كبيره، هل يبقى صح؟ لا، يبقى هيطلع غلط الجمله. ما انا بقول لك ما تلعبش اللعبه دي. هي ميزه حلوه ان الواد بيشوف ماضي تام بيختار ماضي ايه؟ بسيط. طب لو لقى ماضي بسيط هيختار ماضي تام، بس لازم يكون في ايه؟ فتره زمنيه حصل ما بين الفعلين، ما بين الفعلين او الحدثين لازم يكون فتره زمنيه كبيره شويه. قال له طب خلاص يبقى اتفقنا كده. ما هو الماضي التام؟ هو الحدث الذي تم اكتماله قبل حدث ايه؟ اخر. يبقى وصولي للمحطه ماضي تام، مغادره المحطه ماضي بسيط، وصولي المنزل ماضي تام، مغادره المنزل ماضي بسيط، مذاكرتي ماضي تام، نومي ماضي بسيط، اكلت ماضي تام، نمت ماضي بسيط. كده متفقين؟ حلو خلصنا. يبقى بس في كان في اشارات؟ والله كان في اشاره اسمها باي وفتره زمنيه فين؟ في الماضي. باي وفتره زمنيه. فجاء الطالب قال له طب معلش يا مستر ذا تيتشر ووز انجري، كده جاب زمن ايه؟ الطالب اللي بيحب السرعه ماضي بسيط خلاص هختار ايه؟ تمام. يعني هو بيقول لك الولد ما بقراش جمل، انا شفت ماضي بسيط اخترت ماضي تام. ده مش كلام، ده مش منطق.
بس اقرا كده. المدرس كان زعلان، السبب ايه بقى؟ كلمه ايه دي؟ because. اذا كلمه because نضمها لبايز ايه؟ باي يسترداي. ليه بقى؟ لان هو كان زعلان، ادي حدث التاني كان زعلان، يبقى كان في حدث اول صح. ايه هو؟ student had come late، يبقى الطالب جه ايه؟ متاخر. يبقى طالما الطالب جه متاخر ده الحدث الاول، ها المدرس كان غضبان وزعلان قوي ده الحدث ايه؟ تاني. فالطالب جه متاخر ياخد زمن ايه؟ ماضي تاني اهو يا باشا، had come. طب المدرس بعد كده كان زعلان وزعل وقعد يزعق في الفصل ولا في المكان، يبقى ماضي ايه؟ بسيط. اللي هو ايه الماضي البسيط بقى؟ ما انت قلت يا مستر الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل باضافه دي واي دي واي دي، ده دي واي دي واي دي. طب التصريف التاني للفعل ماشي. طب ممكن يكون فعل شاذ زي كاتش كوت، ده كوت لا، او ووز وير واسم او صفه، ادي ووز وراها الصفه انجري، ووز وير واسم او ايه او صفه، ده الماضي الايه؟ البسيط. يبقى الماضي البسيط ممكن اكون فيرب تو بي ووز اوير وراه اسم او ايه؟ ده اسمه ماضي بسيط. اسمه ايه؟ يبقى ثلاث اشكال للماضي البسيط. واحد ها فعل منتهي بالدي والاي دي، اثنين فعل شاذ زي جو وينت، وينت ده مش فعل شاذ صح، والثالث ها ووز اوير وراها ايه؟ ها اسم او صفه. لحد دلوقتي انا اتكلمت على البدايه، بدايه ايه؟ الماضي التام. ما هو الماضي التام؟ هو الماضي البسيط. صعبه. خش بقى على الجزء اللي بعد كده. الجزء اللي بعد كده بيقول لك fortunately لحسن الحظ I found، انا وجدت، لحسن الحظ انا وجدت، يبقى ده زمن ماضي بسيط. ده فعل في التصريف الكام؟ الثاني، فعل شاذ صح؟ find ها found. فالطالب شاف كلمه ايه؟ ها ماضي بسيط، يبقى على طول هيختار ايه؟ ماضي تام. قلنا لعبه كويسه بس ممكن تخسر فيها الجمله، لان لازم يكون في تباعد ايه؟ زمن. بيقول fortunately I found the money، لحسن الحظ لقيت الفلوس، ها which اللي انا فقدتها، يبقى انت فقدتها الاول، يبقى الاول ده ياخد زمن ايه؟ ماضي تام. فين الماضي التام في الاختيارات؟ had lost، يبقى حل الجمله had lost. كده بطبق على الجزء البدايه اللي احنا قلنا عليه. قالوا طب الجمله الثانيه باي وراها فتره زمنيه فين؟ في الماضي. باي ها فترة زمنية، ممكن اقول باي ودي اي سنة في الماضي، ممكن اقول باي يسترداي، اي باي وفترات زمنية فين؟ في الماضي، تخلينا اختار ماضي ايه؟ ها تام. الماضي التام فين اختيارات؟ قالوا لا مش هاف، ده هو ايه؟ هاد وراه تصريف ايه؟ تام. يبقى باي 2005 I had bought my car، تمام كده؟ ده بيطبق لك على ايه؟ على الجزء المقدمة الأولانية. يبقى بس حلو أول مقدمة إنه عرفني إن في زمنين، واحد ماضي بسيط ده التاني، واحد ماضي تام ده الإيه؟ الأولاني. جه بعد كده قال له باي وفترة زمنية في الماضي، على طول اختار ماضي تام. بس بالله عليك تركز، لأن الماضي التام ممكن يكون مبني للإيه؟ للمجهول، يبقى ما يبقاش هاد وتصريف إيه؟ تالت. يبقى هاي اسمه إيه بقى؟ هاد بين وتصريف تام. قال له طيب باي يستر دي، باي يستر دي، ها أول ذا تيكتس، كل التيكتس، كل التذاكر حصل لها ايه بقى؟ قال له هات سول، هو التذاكر هتبيع يعني ولا تمت بيعها؟ يعني مش هي اللي هتبيع. الطالب على طول طلع برضه من الذكي، شاف باي وفتره زمنيه، راح مختار هات ايه؟ سول. طبعا غلط، المفروض هات بين سولد صح كده؟ برضه ركز انت بتختار ازاي؟ اعرف الجمله معلوم ولا ايه؟ مجهول. كلام سهل ومش صعب، باي وفترة زمنية في الماضي، خلاص كده انا هختار ماضي تاني، بس عايزه ايه؟ ها مجهول ولا معلوم. الجملة اللي بعدها بتقول هاد هاني نقط ذا تيكت، فالطالب شاف ايه في اللجنة؟ ها باي يستر داي، خلاص يا سيدي باي يستر داي او باي فترة زمنية في الماضي، هتختار ايه بقى؟ زمن ماضي تاني. فين الماضي تاني؟ يقول لك في غلطة في الجملة. فين الغلطة؟ يا استاذ ما الماضي التاني بيتكون من ايه؟ هاد وتصريف تالت. يا حبيبي ما انت ما قريتش، ما هو الطالب ما بيقراش، ما هو جايب لك هاد اهي في الاول، عملها تكوين سؤال، يبقى هاد هيكون بعد هاني ايه؟ تصريف تالت. فين التصريف التالت في الاختيارات؟ يبقى حل الجمله بوت. يقول له انت ازاي تختار بوت؟ ده بوت دي زمانها ماضي بسيط. مين قال لك ماضي بسيط؟ ده هي ماضي تام. ازاي بوت ماضي تام؟ ما هو هاد زائد تصريف تالت تدي زمن ماضي ايه؟ تام. يبقى ممكن يجيبها لي على تكوينة ايه؟ سؤال. قال له طب تعالى اللي بعدها. هي ريلايز ذات، هو ادرك
ادرك ايه؟ ان هو نقط هير، ان هو ايه؟ يعني ايه مس اندرستاند بمعنى يفهم، ومس اندرستاند معناه يسوء الفهم، يعني هو ما فهمهاش، ادرك ان هو ما فهمهاش، يبقى هو ما فهمهاش ها؟ ده حدث ايه؟ الاولان، يبقى هنا زمنه ايه بقى؟ ذات هي ها؟ هاد وتصريف ايه؟ تالت، في عندي هاد وتصريف تالت، يبقى الحل الاولاني اللي هاد مس اندرستاند هير. صعبه كده؟ يبقى الولد برضو اختار ماضي بسيط ها؟ وماضي تاني. جه بعد كده وقال له طب حل الجمله كده. هي نقط ماي نيم اي ريمايندد هيم، يعني ايه فعل ريمايند؟ ريمايند معناه انا ذكرته، انا اللي فكرته بالحاجه دي، زي ما ماما بتقول لك قوم عندك درس الصبح فكرتك اهو انت كنت ناس، يبقى يذكر شخص ها اسمها ايه؟ ريمايند. طب زمانها ايه دي؟ قال له ماضي بسيط. قال له طب الماضي البسيط لما يكون هو نقط، هو نسي اسمي وانا فكرته، يبقى نسي اسمي ده الاول وبعد كده انا فكرته، طب بعد كده فكرته دي ماضي بسيط، طب نسي اسمي يبقى هاد ايه؟ يبقى هي هاد فورجيت ماي سو ها اي ريمايندد هيم. قال له كده تمام حلو قوي كده. الجزء الاولاني هي مقدمه الايه؟ ها الماضي التام بيتكون من ايه؟ من هاد وتصريف تام. طب بيتكون من ايه؟ من هاد بين وتصريف تام. مبني المعلوم مبني للمجهول. في اشارات؟ قال له في، عندي في باي يسترداي. قال له في تاني؟ قال له باي وفترات سنين فين؟ في الماضي. قال له طب في حاجه تانية؟ قال له حدث اول وحدث ايه تاني. يبقى كل دي كلمات بدايه. قال له خش بقى على التين. يجي بعد كده الطالب يلاقي قدامه مجموعه من الروابط اللي هي مين؟ افتر واس ونقاس. ها كل الروابط دي عشان خاطري ما فيش داعي تفنطها، يعني ما تقولش افتر بعد اس ونقاس بمجرد ان هوين عندما. طب ما هم كلهم معنى واحد يا حبيبي، بالراحة كده. انت لو بصيت للجملة هي يعني ايه بعد ما اكلت نمت؟ افتر. طيب as soon as I had eaten I slept، بمجرد ان اكلت نمت. طب ما هي ايه بعد ما اكلت نمت؟ طيب when I had eaten I slept، عندما اكلت نمت. طب ما هي ايه؟ مش مفيش داعي بقى بعد بمجرد ان عندما، ما كل ده معناها بعد كلمة واحدة وتخلص بها الليلة دي. صعبة؟ طب هنا بقول لك بعد ما اكلت نمت، بعد ما ضربته راح اشتكاني، يبقى كلمة افتر واس ونقاز وهوين تتبع بالحدث الكام؟ الاول. طب الحدث الاولاني ده هيكون زمنه ايه؟ قال له هيكون زمنه ماضي تام. طيب بعد ما عملت الحاجة دي حدث تاني تم؟ قال له اه في بعدها حدث تاني. طب الحدث التاني ده هيكون زمنه ايه؟ ماضي بسيط. يبقى الرابط دي ها يجي بعدها ايه؟ ماضي تام ماضي بسيط. وقال لك after I had reached the bus stop، بعد ما وصلت موقف الاتوبيسات ايه اللي حصل؟ the bus left، ترك الايه؟ المكان. يبقى كده حدثين، حدث اول وحدث ايه؟ السؤال دلوقتي هي after وهوين واس ونقاس جايه فينا حتة في الجملة؟ في بادئ الجملة. صح. يبقى اذا جت الروابط دي في بادئ الجملة تتبع بالماضي الايه؟ التام. ثم الماضي الايه؟ انا عايز ادعم عندك فكرة بسيطة. حركة الرابط لا تؤثر في الزمن. مش فاهم يعني تقصد ايه؟ حركة ومكان الرابط لا يؤثر فين؟ مش فاهم. افهمك احسن بطريقتك انت. ست الوالدة مخلفة عيال صغيرة كده، وانت عارف العيال الصغيرة ابو ثلاثة اربع سنين وخمس سنين ده تمام؟ فالولد شايف امه بتلبس وماشي بيعمل اللي فيها. الولد معاك يا امه، انا ورا راكب على المصلحة دي معاك، وافضل يعيط تمام يا ابني انا نازله تحت قابل معاك. اذا هل الام في اي مكان وراها مين؟ عيالها. ورا ايه؟ حلو، هنفترض ان دي الام افتر اس وناز هون، دي الام وراها مين؟ عيالها. اللي هي مين عيالك يا ست؟ ماضي تام. اذا لو انا جيت في الاول هختار ايه؟ طب لو جبت افتر دي في النص هجيب المجموعه دي عيالها الماضي التام واحطها وراها، يبقى قبلها ايه؟ حلو. يبقى الراجل هنا بيقول لك افتر وهوين واس ونقاس اذا اتت في بادئ الجمله وراها ماضي تام ماضي بسيط. طب لو انا كتبتهم لك بقى في النص هجيب بعدهم ايه؟ عيالها. مين عيالك يا ست؟ الماضي التام. وقبلك مين؟ الماضي البسيط. كده التكوينه صح؟ قال له بس عايزك تاخد بالك من حاجه، هو كم رابط هنا؟ اللي هم افتر واس ونقاس وهوين. قال له هم يا سيدي ادي افتر وادي اس ونقاس وادي هوين، زيد عليهم ها بيفور ذات. ملاحظ انت بيفور ذات قبلها فول ستوب وبعدها كوما عشان جايه في نص الايه؟ لكن هل يمكن لبيفور ذات ان تاتي في اول جمله؟
لا لاحظ مين اللي بيجي في اول الجمله. قال له في اول الجمله افتر واز سون از وين. طب اللي في النص برضو افتر واز سون از وين، بس هزود عليك كام مجموعه. واحد بيفور سات، اسمها ايه بقى؟ بيفور ايه؟ فالطالب جه قعد سرح كده ثانيه واحده بس، هي افتر ازاي تساوي بيفور؟ لا انا ما قلتش بيفور، انا قلت بيفور ذات. انا ما قلتش ايه؟ بيفور. لا لاحظ عشان دماغك بتلعب وانت في اللجنه، انا ما قلتش بيفور، انا قلت بيفور ايه؟ ذات. قال له طب في حاجه اسمها باي زين؟ يعني اتنين بي. اتنين ايه؟ بي. اه واحده واخده ذات والتانيه واخده ايه؟ واشهر اتنين عندنا خدناهم لسه من شويه بيكاز وتيل وانتل. بيكاز وتيل وايه؟ بيكاز وتيل وايه؟ سمع. قال له يبقى افتر واسون ايز وهوان، وفي النص اتنين بي، واحده اسمها بيفور ذات والثانيه اسمها باي زين، قبلهم فول ستوب وبعدهم كوم، واخر اتنين سهلين بيكاز وتيل وايه؟ اذا اتوا في منتصف الجمله دمي ايه؟ امي. يبقى هيجي وراك ايه ياما؟ عيالك. ماضي تام. يبقى قبلك ايه؟ ماضي بسيط. يبقى لما اجيب لك تيل وانتل في منتصف الجمله امك، جاي وراها ايه بقى؟ ماضي تام. يبقى هيجي قبلها وتشتهر تل وانطل بالنفي. خلي بالك من الكلام ده. فالسؤال هنا، هل يجوز وضع تل وانطل في اول الجمله؟ خليكوا فاكرين السؤال ده، هل يجوز؟ لا يا مستر، تل وانطل على فكره يا مستر الاجابه موجوده على السبور. ايوه هي ايه بقى؟ ان افتر واسونيز وين بتيجي في اول الجمله وفي نص الجمله صح، لكن تل وانطل وبيكاز واتنين با واتنين حرف بي بيجي في النص ما تجيش في الاول. يعني ما ينفعش ابدا بتل وانطل في الاول؟ لا. ومشهوره بالنفي على فكره، تل وانطل مشهوره بالنفي قبلها. يعني تل وانطل مشهوره بالنفي، بتنفي في الماضي البسيط بايه؟ بدين انت زائد الفعل اللي فين؟ اه ده لما تكون معلوم صح؟ يعني ما ينفعش، معلش عايز اسمعها بس، يعني ما ينفعش تل وانطل ما تجيش تيجي في اول الجمله، ما ينفعش. صح كده؟ متفقين يا جماعه؟ طيب خليكم فاكرين الاجابه دي. طيب نرجع تاني، يبقى ماما بيجي وراها ايه؟ عيالها. عيالك مين يا ست الحاج؟ ماضي تام. اجي في اول الجمله، اجي في نص الجمله، اطلع فوق انزل تحت، ورايا الماضي التام. وقبلك مين يا ستي؟ ماضي بسيط. صعبه؟ قال له طب خلاص، يبقى لما احط بيفور ذات، انا قلت بيفور ولا بيفور ذات؟ يبقى قبلها ايه؟ ماضي بسيط. وراك مين؟ عيالك اللي هو ماضي ايه؟ متفقين. يلا بقى يا باشا نشوف الملحوظه المهمه هنا. بيقول لك هنا صحصح بقى لو سمحت. صحصح معايا، هي افتر واز سون از وهوان. دي امي، بيجي وراكي ايه يا ستي؟ ماضي تام. حلو قوي. طب بقول لك يا باشا، لو انا قلت لك الاثنين وراهم ماضي بسيط تسكت؟ لا والله ما اسكت، لا والله ابدا. اسمع مني بس، ما تجيش ابدا دي. اثنين ماضي بسيط، ازاي الكلام ده؟ انا طب ارجع بس ربع ساعه بدري. ربع ساعه؟ اقول لك انا، انت كنت بتقول ماضي تام ماضي بسيط وفي النص فتره زمنيه طويله صح كده؟ يعني بعد ما اكلت وروشت دخلت نمت، اه وبعد ما رحت الموقف الاتوبيس قال له دي ماضي تام، اتحرك بعدها بساعتين ماضي بسيط صح كلام؟ اه في فترات زمنيه مش كده؟ كويس قوي. طب افرض بقى بعد، بقول لك بعد ما شفت احمد اديته جوزين اله خلاصه كده اديته فوش، يلا بقى يبقى انت مجرد ان انت شفت فلان حصل كذا، الاثنين تم فيهم كام ساعه مثلا فرق كده؟ ولا ده تقريبا في نفس الوقت، شفتك ضربتك من الاخر كده. قال له يبقى الفارق الزمني قريب ولا بعيد؟ قريب. اذا هل بص انت بتقولها كده بالعربي، يكاد يكون الاثنين تموا في وقت ايه؟ حلو. الاثنين تموا في وقت واحد. طب والاثنين لما بيتموا في وقت واحد هل يجوز حدث اوله تاني؟ لا. يبقى الاثنين ماضي بسيط. يبقى امتى افتر وهوين واسون اس تتبع بماضي بسيط؟ ماضي بسيط الاثنين في وقت واحد تموا في وقت ايه؟ قال له اديني مثال. افتر شي سو ذا سبايدر، مجرد ان هي شافت ايه؟ عنكبوت. ايه اللي حصل بقى؟ رد فعل سريع. شي شاوتد، مجرد ايه؟ ها رؤية. زي واحد مثلا بيقول لك بمجرد اني شفت حرامي ايوه طلعت اجري. مين اللي بيجري؟ المفروض هو اللي يجري. يبقى هنا في الحالة دي ها الحدثين يكاد يكونوا حصلوا، شوف ايه دي، في وقت، ما قلتش حدث اول وحدث تاني، قلت يكاد يكونوا الاثنين حدثوا في وقت ايه؟ وطالما الاثنين في وقت واحد الاثنين ماضي بسيط. صعبة المعلومة دي؟ خداعة. الطالب صعبة. شوف بقى الطالب افتر شي نقط
ذا سبايدر شي شاوتد. الطالب شاف ايه بعد افطار؟ نار. الجزء الثاني ايه؟ ماضي بسيط. والله ما انا قاري حاجه، والله ما انا مترجم. طالما في ماضي بسيط اختار ماضي ايه؟ امتى تحصل الحركه دي؟ لما يكون في تباعد ايه؟ لكن الجمله هنا ما فيهاش تباعد ايه؟ يبقى في الحاله دي الاثنين يبقوا ماضي ايه؟ بسيط. يبقى افطر وهوين ملحوظه وخلي بالك منها. صح الاثنين تموا في وقت واحد، يبقى يكاد الاثنين تموا في وقت. يقول لك بعد ما وصلت المحطه، ايوه القطر لقيته مشي قدامي في ثانيه، في لحظتها انا وصلت القطر مشي، اجري ولا هم، وطلع يجري وراه. يمكن يلحقه يمكن ما ايه، بس هو شاف القطر ولا لا؟ شافه. يبقى لما يكونوا الاثنين تقريبا تموا في وقت واحد تقريبا، يبقى الاثنين زمان ايه. لكن بقول لك بعد ما وصلت المحطه، ايوه ايه اللي حصل؟ لقيت القطر كان مشي اصلا. يبقى الاثنين تموا في وقت واحد، يعني هو وصولك انت شفت القطر. يبقى في المره اللي فيها الماضي، خلي بالك عشان دي اختيار، في المره اللي فيها ماضي تام ماضي بسيط، يبقى انت ايه، ها في تباعد ايه زمني، يبقى الحاجه دي ما حصلتش قدام عينك، مش كده ولا ايه؟ ها بعد ما وصلت المطار، ها لقيت الطياره هاد ليفت. يبقى هاد ليفت يعني ايه؟ تركت الايه. يبقى انت شفت الطياره؟ لا، لانها هاد ليفت الاول وبعدين انت ايه، وصلت، مش كده ولا ايه؟ لكن لما وصلت المطار لقيت الطياره بتطلع قدامي، يبقى الاثنين ماضيين قدامك في الجمله، في الجمله الاثنين ماضي بسيط. يبقى هيسالك في اللجنه، هو انت شفت الطياره؟ اه. ليه؟ الاثنين ماضي بسيط. اكاد اكون وصلت، ها هي طلعت. صح. اعرف المعنى عشان ممكن يسالك عليه. يقول لك هل هو راى؟ يبقى دخلت غرفه لقيت الحرامي بينط من الشباك، الاثنين تموا في وقت ايه؟ طب يبقى الاثنين ياخدوا زمن ايه؟ هيسالك بقى لو جبت لك الجمله محلوله، يقول لك شفت الحرامي ولا لا؟ اه. ما الاثنين تموا في وقت ايه؟ قالوا انا وصلت البيت لقيت البيت كله اتسرق اتاخد كل حاجه فيه. يبقى هنا الزمن المفروض يتوزع ايه؟ ماضي تام ماضي بسيط. ليه؟ لان في تباعد ايه؟ زمن. انا وصلت لقيت البيت كله على البلاطه، يبقى الاثنين. هل انا شفت الحرامي اللي سرقوا؟ لا. يبقى لما طالما ما شفتش يبقى زمن ايه؟ ماضي تام ماضي بسيط. طب شفت الاثنين تموا في وقت واحد، يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط. صح. خلي بالك ورسل المعنى. قال له خلاص ماشي يا مستر، خلصنا من الاثنين ماضي بسيط. تعالى بقى يا مستر حاله خاصه جدا، هو انت شايف قدامك افطر وراها ايه؟ ماضي تام. اهدى بس عليا، ماضي تام في ايه يا مستر؟ ما هو حضرتك هنا. لا مفيش ماضي تام. امال ده يا حبيبي؟ قال له ده اي ام جي. ليه يا مستر؟ مش انت قلت لما يكون بعد افطر في ماضي بسيط يبقى على طول اوتوماتيكي اوتوماتيكي اختار ماضي تام؟ اه اختار ماضي تام، بس لما يكون في فتره ايه؟ طب لو هما الاثنين في وقت واحد الاثنين ماضي بسيط، طب ما فيش فاعل، فين الفاعل هنا يا جماعه؟ افطر مين؟ بعد مين؟ قال له المفروض بعد ما انا وصلت المحط. هو فين انا؟ فين الفاعل؟ ما فيش لا هي ولا شيء ولا علي ولا سميه، اذا اختفى الايه؟ ها؟ الفاعل من بعد مين؟ اذا لم يوجد فاعل بعد الرابط، اذا لم يوجد فاعل بعد ايه؟ على طول اخبطها، فعل فيه اي ان جي. تاني يبقى اذا اختفى ايه؟ ها؟ الفاعل من بعد الرابط، اذا اختفى الفاعل مفيش لا هي ولا شي ولا علي ولا سمير، يبقى الرابط كده يتبع بايه؟ باي ان جي. يبقى الراجل هنا بيقول لك ايه؟ ها افطر تتبع بايه؟ امتى؟ السؤال اهو، امتى؟ اذا اختفى الايه؟ يبقى اذا اختفى الفاعل لا في ضمير ولا في اسم اختار اي ان جي. قال له ادور الملحوظه، الملحوظه الثانيه. افرض في الجمله لقيت عندي هافينج. هافينج ايه هافينج دي؟ قال له ما هو هافينج بتحل محل مين؟ شيل افطر وحطها. يلا يا باشا، ها يلا، ها افطر شيلها، ها حط مين؟ هاف. قال له هافينج ريتشنج. قال له غلط، ما ينفعش. يبقى هافينج تحل محل مين؟ افطر، بس ما يجيش وراها. امال يجي وراها ايه؟ قال له تصريف تاني. تصريف ايه؟ يبقى هافينج اقول ريتشنج ولا هافينج ايه؟ ها ريتشد. رد عليا، هافينج ريتشد. يبقى واحد افطر اذا تم حذف الفاعل اختار اي ان جي. طب هافينج ها اول ما تلاقيها في اول الجمله جيب وراها تصريف ايه؟ والعكس صحيح. قال له مش فاهم يعني العكس صحيح. قال له يعني لما تلاقي ريتشد هتختار افطر ولا تختار هافينج؟ صح كده؟ لو لقيت تصريف ثالث اختار مين؟ هافينج. لو لقيت اي ان جي يبقى افطر. يبقى افطر اذا تم حذف الايه؟ ها الفاعل اختار وراها اي ان جي، والبديل بتاعها من كلمه اسمها ايه؟ هافينج. يبقى هافينج تحل محل افطر بشرط ان ياتي بعدها تصريف. قال له طيب هو ده انت حضرتك، معلش يا استاذ، هو استفزني الجمله وحضرتك كاتب افطر وراء ان جي. ايوه مفيش فاعل. طب هافينج وراء تصريف تاني. ايوه مفيش فاعل. ده انت كاتب بس فوقيها مبني لل، هو المفروض مين اللي يوصل؟ انا.
يعني في الحالة دي ان الجملة دي مبنية المعلوم؟ طب معلش يا مستر افرض الجملة طلعت مبنية لإيه؟ اختار برضو بعد افتر اين جي؟ قال له اوعى تختار ايه بقى؟ افتر ورا بينج وتصريف تاني. تختار ايه؟ افتر بينج وتصريف ايه؟ قال له طب افرض هافينج مفيش وراها في وراها تصريف تالت بس الجملة مبنية المجهول. قال له يبقى هافينج بين وتصريف تالت تاني. مش انت بتختار هنا اين جي؟ ها ركز بقى افتر وراها اي لما تكون مبنية لل الاين جي دي ها لما تكون مبنية المجهول خليها كلمة ايه؟ بينج. يبقى افتر وراها بينج وتصريف ايه؟ طب هنا ها هافينج وراها تصريف ايه؟ التصريف تالت دي خليها في كلمة ايه؟ ها بين. يبقى تاني افتر مفيش وراها فاعل اين جي. طب هافينج تصريف تاني اذا كانت الجمله مبنيه راجع معايا. طب لو لقيت عندك افتر وجمله مبنيه مجهول يبقى افتر بينج وتصريف تاني. طب هافينج وجمله مبنيه مجهول يبقى هافينج بين وتصريف ايه؟ راجع وجود افتر وهوين واسون اس معايا تاني. افتر هوين اسون اس وراه الحدث ايه؟ الاول ماضي ايه؟ تاني. ثم الجزء التاني بشرط ان يكون هناك تباعد زمني. طب اذا اقترب الزمن ما بينهم الاثنين تقريبا تم في وقت واحد ماضي بسيط ماضي يمكن لهافينج ان تحل محل افتر. هافينج تحل محل بشرط ان ياتي بعدها تصريف واذا كانت مبنيه المجهول يبقى هافينج ايه؟ بين تصريف تاني. طب افتر هنا ممكن اجيب وراها اي جي؟ ايوه في حاله واحده تم حذف الايه؟ فاعل. طب افتر وراها اي جي لما تكون مبنيه المعلوم هات بقى مبنيه المجهول يبقى ما اقولش افتر اي جي اقول له افتر بينج وتصريف ايه؟ حلو الكلام حلو طبق ها افتر هنا وراها فاعل صح؟ خلاص يبقى موضوع الاي جي اتلغى مش كده؟ الجزء الثاني فيه زمن ايه؟ حلو ماضي بسيط يبقى ناقصك ايه؟ دور على الماضي التاني الاخيره صح يبقى هادي فينش بالراحه ركز نحل. قالوا طب الجزء الثاني I went to hospital went الزمن ايه؟ ماضي بسيط ربط لك بمين؟ because ها because وتل وايه؟ وانتل ياتي بعدها زمن ايه؟ ماضي تام. طب فين الماضي تام في الاختراق؟ هادي ايتل صعبه يا جماعه؟ قالوا كمل ها افتر مفيش وراها فاعل مفيش وراها فاعل طيب يبقى اختار ايه؟ اي ان جي. طب ممكن اي ان جي وممكن بينج وتصريف تالت؟ رد عليا مش انت عندك حلين؟ لو افتر مفيش وراها فاعل يا تختار اي ان جي يا تختار بينج وتصريف تالت. طب امتى الاي ان جي؟ مبني المعلوم. طب امتى بينج وتصريف تالت؟ طب لا مؤاخذه هو الحرامي هيقبض على نفسه؟ يبقى لو هيقبض على نفسه اختار اي ان جي كده معلوم لكن مش هيقبض على نفسه يبقى هختار بينج وتصريف ايه؟ شفت في اللجنه كنت هتعملوا ايه؟ يلا يلا ده مفيش فاعل اختار اي ان جي كله هيختار اي ان جي وانا هختار ايه؟ بينج الرسم صعبه يبقى افتر بيجي وراها ايه؟ اي ان جي بحذف ايه؟ طب لما تكون الجمله مبنيه مجهول اي ان جي ولا بينج وتصريف تالت؟ نفس الحركه مع مين؟ مع هافينج هافينج بيجي وراها تصريف تالت لما تكون مبنيه طب لو كانت مبنيه مجهول يبقى هافينج بين وتصريف ايه؟ يبقى تعالى نشوف كده ها هافينج هتختار ايه؟ يلا يا جدع ها هم يا ولا تصريف تالت اهو يلا اختار. طب اقرا الجمله الاول اشوفها معلومه ولا مجهول لان من حقي تصريف تالت ومن حقي ايه؟ ها بين وتصريف ايه؟ الاثنين موجودين. طب تعالى نشوف كده هافينج رايت رايت يعني ايه؟ مش رايت ده فعل يا رايت يكتب؟ طب هو الايميل هيكتب ولا يكتب؟ يبقى اختار تصريف تالت ولا بين وتصريف تالت؟ as soon as اللي هي مين بقى؟ افتر اللي هي مين بقى؟ هوين بعدها زمن ايه؟ ماضي بسيط صح كده؟ طب طالما في ماضي بسيط بعد ما قابلت علي ها؟ خلي بالك الرابط وراه ماضي بسيط استنى كده هوين واس soon as وافتر لما بيجي وراه ماضي بسيط استنى طالما ماضي بسيط يبقى ماضي بسيط صح كده؟ يبقى ها as soon as ها هوين ها افتر لما يبقى وراهم ماضي بسيط اختار الجزء الثاني ايه؟ ماضي بسيط. طب ترجم الجمله عشان نتاكد بعد ما قابلت علي ايوه قلت له الحقيقه قابلته قلت له ولا اقول لك بعد ما قابلت علي ايوه رحنا اتمشينا شويه تمام ورحنا البيت عنده ما حصلش الكلام ده انا شفتك قلت لك صح على الحقيقه يبقى الاثنين تموا في وقت ايه؟ يبقى جاب هو منهم ماضي بسيط يبقى ناقصك ايه؟ قال له ماضي بسيط يبقى حل الجمله خساره ده انا حليتها في اللجنه هات ليه هي اسون اس بيجي في الجزء الثاني هو في تباعد زمني يلا يا عم مفيش صعبه يا جماعه قالوا طب اخر جمله ها اي ريتشيت ذا بارتي انا وصلت الحين الحفله تقريبا باي 9 باي ذن
استنى كده، مش دي من ضمن البايهات 2 باي وبيجي قبلها في الاستوب وبعدها كوما؟ ايوه. وهي لما بتيجي في النص مش دي امك برده؟ ايوه امي لما بتيجي في النص بيجي وراها ماضي تام. طب انا وصلت الحفله، ها الضيوف كانوا سابوا المكان، يبقى سابوا المكان قبل ما اوصل، يبقى حدث ايه؟ اول ده انا باكد على الكلام، ما هو الطالب في طالب مش هيقرا ولا في عندك بايزن؟ قال له ايوه. وجايب هو زمن ايه؟ ماضي بسيط. ايوه الماضي بسيط يبقى ناقصه ماضي تاني. اكتب يا ابني، بيني وبينك تنفع بس احتمال تبقى صح واحتمال تبقى ايه. لكن الراجل هنا قال ايه؟ ان الضيوف مشيوا سو اي ديدنت، خدت بالك من كده؟ لم اقابلهم. يبقى طالما مش هقابلهم يبقى هستخدم زمن ايه؟ ماضي تاني. مش دي نفس الطياره؟ يبقى الماضي التام لما بيحصل ما بكونش شفت الحدث، ما شفتش ايه، يبقى لازم اختار هنا ماضي تاني. يبقى هاد ايه؟ لف. قال له طيب هو انت كنت شغال من الصبح على ايه؟ قال له افطر وقسوا ناس وهوين. طب امك في النص. افطر وقسوا ناس وهوين وبيفور. قال له كذاب، ما كانش فيه بيفور. لا يا استاذ كان فيه بيفور. كذاب، كانت بيفور ذات. عشان كده انت استخدمت هنا بيفور. يعني في فرق بين بيفور وبيفور ذات. بيفور ذات تساوي مين؟ افطر، صح؟ لكن بيفور تساويها مين؟ افطر ذات. خلي بالك من كلامك عشان هتحل عليه دلوقتي، هتطبق عليه دلوقتي. يبقى افتر بتساوي بيفور ذات، لكن بيفور بتساوي افتر ذات، صح؟ طب ما فيش كلمه بدل بيفور دي؟ قال له بايظه. طيب قال له طب هو وين؟ قال له رقاصه والعياذ بالله. ايه؟ قال له رقاصه والعياذ بالله، احنا داخلين على رمضان؟ رقاصه؟ ايوه، بتلعب شويه على افتر وتلعب شويه على مين؟ على بيفور. يعني تيجي في الاثنين؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت يا هوين شغال على كل بتساوي افطر وبتساوي بيفور، بتساوي بيفور ذات وافطر ذات. انا مالكش دعوه بي، انا بقول لك رقاص بشتغل على كل القواعد. ماشي يا ستي، ها مالكوا بقى؟ قال لك بص بقى هنا مفيش كلام، مفيش كلام كتير. طالما انا بقى جيت في الجمله ما تدوخونيش. انت اسمك ايه الاول؟ هوين. ومعاكي مين يا حاجه؟ بيفور. ومعاكي كمان بيفور ذات افتر ذات، ومعاكي كمان بايظه. طيب كم كلمه؟ اربعه. خدوا الكلمه دي وانتهى الدرس. انتهى الدرس كلمه واحده. نيجي في نص الجمله، نيجي في اول الجمله ورناش الا ماضي بسيط. ايه تاني يا حاجه؟ نيجي في اول الجمله، نيجي في نص الجمله ما تخافش، بيجي ورانا يعني بيفور ماضي بسيط. طب افطر ذات ماضي بسيط. طب وين ماضي بسيط. طب بايظه طيب ماضي بسيط. جيتوا فين في النص؟ هاتنا فين؟ في الاول برضه ورانا ماضي بسيط. ايه هو الماضي بسيط؟ قال له تصريف تاني للفعل. قال له طب عايز ابني المجهول، ماضي بسيط ابني المجهول، يبقى ووز وير وتصريف ايه؟ تالت. قال له طب فين الجزء الثاني؟ قصدك اللي قبلنا يعني؟ طب طالما هنا ماضي بسيط بالعقل انت يا طالب هيبقى فاضل ايه؟ يبقى ماضي التام اللي هو بقى هاد وتصريف او هاد بين وتصريف، لان الجمله مبنيه للمعلومه ومبنيه للايه؟ لا انا عايز مثال. حاضر. بيفور جايه فين؟ جاي وراها زمن ايه؟ يبقى قبل ما القطر يغادر ايه اللي حصل بقى؟ وصلنا المحطه، صح؟ لا 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 انا عايز اجي في النص. وماله؟ هات عيالك وراك يا حاج. ها هشيل بيفور ومعاها ذا بص وهن ولفت وحطها في النص، صح؟ يبقى هيجي قبلها ايه؟ ها اي هاد ريتش ذا ستوب ها بيفور ذا بص ايه؟ لفت. يبقى اجي في الاول، اجي في النص، يجي ورايا اللي هم مين؟ بيفور وباي ذا تايم وهوين افتر ذات. يجي في اول الجمله وراهم ماضي بسيط، يجي في نص الجمله وراهم. قال له طب معلش جمله تاني، ها افتر ذات لو جت في النص تاني. ما هي افتر ذات ما انا قلت لك بتساوين. معلش يا سيدي اتاكد. يبقى افتر ذات لما تيجي في نص الجمله قبلها في الاستوب وبعدها كوم، يجي بعدها دايما الماضي البسيط، يبقى الفعل تاني ماضي كده. صعبه؟ كويس قوي. يبقى افتر ذات معناه ايه؟ بعد، يعني بتساوي كلمه ايه؟ بيفور. بعد ذلك بتساوي كلمه ايه؟ بيفور. بتساوي بايظه تايم، بتساوي وين. طب لو قلت لك حل بقى وقلت لك بيفور مفيش وراها فاعل، قال له استنى هحلها لك. افطر مفيش وراها فاعل،
بيجي ورا ان جي بيفور مفيش ورا فاعل برضه ان جي. يبقى استنى بقى بدل ما اذاكرهم والاثنين كل واحده لوحدها احلها لك. اي رابط مفيش وراه فاعل زي افتر وايه وبيفور بحط وراه اي ان جي. امال مين اللي بتحل محل افتر وبيجي وراه تصريف تاني؟ هافينج صح تمام. يعني بيفور جوينج اوت ها الجزء الثاني بيفور وراها اي ان جي اللي هو المفروض كان زمنه ايه ده؟ المفروض في الاساس كان زمنه ايه؟ ماضي بسيط. يبقى الجزء الثاني ماضي ايه؟ يبقى هاد فينيشد. يبقى بيفور جوينج اوت قبل ما اخرج عملت ايه يا باشا؟ خلصت الواجب تمام. طيب يبقى بيفور ها اجيب وراها ايه؟ قال له فعل مضاف الى اي ان جي ده في المعلوم. قال له عايزه مبني المجهول. مش اشمعنى افطر مش افطر كنت بتجيب وراها ان جي لو كانت مبنيه للمعلوم ولو كانت مبنيه للمجهول بتجيب وراها بينج وتصريف ثالث؟ يا ست بالراحه ادي بيفور وراها بينج برده تصريف ايه؟ يبقى زيها زي افطر ولا لا؟ يبقى افطر ها قول وراي افطر وبعدها او افطر او ها بيفور هما الاثنين اتشال من وراهم الفاعل يبقى اجيب وراكم انتوا الاثنين ان جي. طب لو مبنيه للمجهول بينج وتصريف ثالث انتوا الاثنين صح مع اختلاف ان زياده افطر حاجه واحده بتحل محلها هافينج. معناها ايه هافينج؟ بعد اللي بتساويها يجي وراها تصريف ايه ده لو معلوم. طب لو مجهول بين وتصريف تاني يبقى المعلومه النهائيه خلاص ها افطر ها وبيفور اذا تم حذف الفعل تختار وراهم ما اعرفش. شفت انت جاوبت ايه وانا قلت ايه؟ ما اعرفش اختار وراهم ليه؟ مفيش فاعل. ايوه انا ما اعرفش هي معلومه ولا مجهول. قال له معلوم قال له اي ان جي. قال له مجهول قال له بينج وتصريف تالت. قال له خلاص حل بقى بيفور هنا وراه فاعل يبقى قدامي كام حل؟ ايه هما؟ يا اي ان جي في المعلوم يا بينج وتصريف تالت. هو في بينج وتصريف تالت؟ كده الجمله مبنيه للايه؟ حلو تمام. طب بيفور في الاساس بيجي وراه زمن ايه؟ عندك ماضي بسيط هنا في الجمله؟ كلمة دي. طب ينفع احط اقول له بيفور ريد؟ لا ما ينفعش الا ايه؟ اي. طب ممكن اقول بيفور اي ريد؟ صدق صح بيفور اي ريد قبل ما اقرا الايه القصه. يعني ينفع احط بعد بيفور اي جي وما ينفع اجيب ماضي بسيط صح؟ تنفع ماضي بسيط؟ ايوه يا استاذ ما بيفور بيجي وراها ماضي ذكر لك الماضي البسيط وجاب لك الفعل المضاف اليه اي. يبقى كام حل صح؟ يبقى هل يجوز ان انا اختار الاي ان جي بس؟ هيتعمل لك في اللجنه صفر. لان كم اجابه متوفره؟ اثنين. في الاساس بيفور بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها ماضي بسيط. طب ما هو ماضي بسيط اهو. او ها اي ان جي مع حذف فعل. طب ما هو اي ان جي اهو مفيش فعل قبلها. يبقى الاثنين صح اللي هي بي اند ايه؟ صح. قال له طب واحده ثانيه احنا اتخدعنا في دي. يا سيدي حال باي ذا تايم ايه؟ باي ذا تايم اللي بتساوي بيفور بتساوي كلمه وين بتساوي افتر ذات بيجي وراها ايه؟ في اول الجمله في نص الجمله ماضي بسيط ادي الماضي بسيط ناقص كده يا ستي ماضي تام. انهي بقى ماضي تام؟ معلوم ولا مجهول؟ استنى اما نشوف. باي ذا تايم منى ووز 7 قبل ما توصل لسن السابعه ايه اللي حصل؟ شي نقط هاو تو كوك هي علمت نفسها تطبخ ولا تم تعليمها؟ يعني كده المبني الماضي التام مبني لليه؟ يبقى هل حق ان ناخد هاد وتصريف ثالث؟ المفروض ايه؟ صح. في حاجه غلط لحد دلوقتي التسلسل؟ قال له طب اللي بعدها؟ ها هنبدا نحل اهو. thousands of machines الالاف من الايه؟ من الالات. مالها يا سيدي؟ هي الالات هتنتج برضه يا مستر استنى بس عشان ما تضحكش علينا. ها بيفور ها بيفور جايه في نص الجمله في اول الجمله بيجي وراها ماضي بسيط ادي الماضي بسيط ناقصك ايه؟ ماضي تام. ده ماضي تام هاد بين بريديوس وده ماضي تام هاد بريديوس. هل الالات بتنتج؟ لا. يبقى الجمله مبنيه المعلومه ولا مجهول؟ يبقى اختار انه هاد بريديوس ولا هاد بين بريديوس؟ صح اختياراتك. قال له طيب سيبنا بقى براحتنا. طيب بيفور في اي مكان افتكر بقى اديني هسيبك براحتك اقرا كويس. ها بيفور وراها زمن ايه؟ يبقى ما ناقصك ايه؟ ولو عندك الاثنين في اجابتين صح شوف يكون مبنيه المجهول ولا معلوم. بيفور هيز هارت واز ترانسبلانتد قبل ما قلبه هاز ترانس يعني قبل ما ووز ترانسبلانتد قبل ما القلب ووز ترانسبلانتد يتم نقله او تغييره ايه اللي حصل؟ هي نقط
وهختار. يبقى بيفور كده وراها ماضي بسيط، ناقصني ماضي تام. طب هو انا اللي هغير قلبي ولا انا اللي هعمل لنفسي فحوصات ولا هيتعمل لي فحوصات؟ اكزامن يعني يفحص. طب يبقى مش انا بقى اللي هعمل حاجه، يبقى المفروض الماضي التام هنا يكون مبني للمجهول. يبقى حل الجمله هديني زمن. صح، ركز. اللي بعدها I drank some juice، شربت بعض من الايه؟ العصير. ودرينك هنا زمنه ايه؟ ماضي بسيط. حلو، شربت عصير نقط I had eaten. مين اللي بيجي وراها؟ ماضي تام، مش ماضي بسيط، ماضي تام. هل وايل؟ ايه علاقه وايل بالكلام ده؟ هل بيفور؟ بيفور بيجي ورا ماضي تام؟ لا طبعا. طب باي ذا تايم بيجي ورا ماضي تام؟ لا طبعا، لان بيفور بتساوي باي ذا ايه؟ يبقى حل الجمله ايه؟ بيفور ذات. صح. اخر جمله I didn't know about his arrival. يعني ايه؟ انا لم اعرف، لم اعلم بوصوله. حلو، جاب كلمه ايه؟ بيفور. حلو، بيفور في اي مكان هي ومين؟ بنسى، معلش يا جماعه، استغفر العظيم يا رب، احنا في صلاه الجمعه. ها، بيفور بي ايه؟ في اي مكان، بعدها ماضي بسيط، اللي بتساوي باي ذا تايم او هوين الرقاص. ايوه، وفي الاخر افتر ذات. كويس قوي، بيجي وراها ماضي بسيط. يلا اختار ماضي بسيط. لا، مش هختار ماضي بسيط. ليه يا عم؟ ما احنا يا استاذ مفيش فعل، تضحك عليا. حلو قوي، يعني هتختار ايه؟ اي ان جي. طب يلا اختار الاي ان جي. لا، اما اشوف الجمله معلوم ولا مجهول. لو معلوم هختار اي ان جي، لو مجهول بينجو، تصرف ايه؟ طب تعالى نشوف. انا ما عرفتش بوصوله. بيفور قبل ما ايه؟ نقط هم مت. انا قبل ما نقط هم، قبل ما اقابل ولا قبل مقابلته؟ يبقى حل الجمله هختار الايه؟ الاي ان جي، لان الجمله مبنيه للايه؟ مجهول. الجمله مبنيه للمعلوم وليس للايه؟ يبقى الجزء اللي خلص ده نراجع عليه تاني. رقم واحد، احنا اتكلمنا في قاعدة اسمها after، واتكلمنا في حاجة اسمها as soon as. نسمع اكتر، نسمع اكتر، واتكلمنا في when. قلنا التلاتة دول بيجي وراهم واحد اتنين، دايما الحدث الاول ماضي تاني، بيجي وراهم ماضي ايه؟ اللي هو had، ها، وتصريف تاني، او هاد بين وتصريف تالت، معلوم او ايه؟ او مجهول. ثم الجزء الثاني اللي هو الماضي الايه؟ البسيط. قلنا بعد ها ما اكلت ها نمت، يبقى ده الحدث الايه؟ الاول. يبقى دايما افتر واسون از وهوين بيجي وراه ايه؟ ماضي تام، ثم الماضي الايه؟ طب سؤال بقى اتسال امبارح، هل ممكن اجيبهم في النص؟ قال له اه، بس هات عيالهم وراه. استنى كده، تعالى نشوف عيالهم، تعالى نبص كده. يعني لو كتبت افتر اهو في النص، صح، وكتبت معاها as soon ها as، وكتبت معاهم when، كويس، وهنضيف عليهم دول ثلاثة، هم ثلاثة بي. قال له because، حط معاهم بقى في النص، لان في النص ممكن تيجي because، لكن ما تجيش في اول الجملة، تيجي في النص ايه؟ because. ونحط كمان ها before by then، by ايه؟ then، وكمان before that، ونحط في الاخر كلمة اسمها تل ها وانتل. حصل الكلام ده؟ طيب دول كل ده فين؟ هما دول في الاول، صح؟ بيجوا بعدهم ايه في الاول؟ ماضي تام، ماضي بسيط. طب لو جم في النص المجموعة دي، لازق فيهم عيالهم برضو، اللي هو بايه؟ ماضي تام، وقبلهم ايه؟ ها؟ ماضي بسيط. قلنا حلين عليهم، صح؟ يبقى اي شكل من الاشكال دي تشوفها وراها على طول الحدث الايه؟ الاول، وقبلهم هيكون الحدث ايه؟ خلي بالك من كلمة ها بيفور، بس انا ما قلتش بيفور، انا قلت بيفور ايه؟ ذات. خلي بالك لانها تفرق. طب خلاص، ادي الجزء الاولاني. في حاجة تانية اخدنا ملحوظة، قلنا ان افتر، انتوا تسمعوني اكتر، افتر، وقلنا كمان معاها هوين واز ها سول از، اتفقنا اتفاقية. هو انا دلوقتي بعد ما اكلت وشربت وغسلت ايدي وعملت كل حاجة، وبعدين دخلت بقى شربت الشاي وروقت وكده، وقعدت قدام التلفزيون ورحت في النوم، مش في فترة زمنية حصلت؟ فترة في النص، صح؟ ما بين الأكل والإيه؟ والنوم. لو كانت الفترة دخلت البيت عندي ورحت لقيت في قلب البيت حرامي، واحد حرامي نطت، هل في فترة زمنية؟ أنا شفته هو راح هرب، يبقى إذا اختفت الفترة الإيه؟
تقريبا الحدثين تموا في وقت ايه؟ زي واحد كده عرفه اول ما بدا بعد ما بدا يذاكر انه راح قاطع عارفه؟ فار يبقى يا دوبك بيبدا ها؟ ايوه كده يا دوبك انا داخل البيت ها؟ الحرامي راح نط مش يبقى مش هتعرف عليه تمام؟ يبقى الحدثين كده هل في تباعد زمني ولا تقارب؟ يعني الاثنين تموا في وقت ايه؟ طب انت كنت بتقول ان الثلاثه دول بيجوا وراهم ها؟ غلط بقى هنا ماضي ايه؟ بسيط والاثنين بقى اصبحوا ماضي امتى؟ دي الحل الوحيد اذا كان هناك ايه؟ تقارب زمني تقريبا الاثنين تموا في وقت ايه؟ صح؟ قال له طب دي ملحوظه رقم كام؟ واحد الملحوظه رقم اثنين خدنا ملحوظه كده بعد كده وقلنا عليها خلي بالك منها هو انت لما كنت بتبدا بافطر او هوين او كلمه افطر اي افطر منى افطر شي افطر هي كل ده فاعل ولا مش فاعل؟ بتجيب وراها ماضي تام صح كده؟ طب تعالى بقى نشطب بقى مفيش فاعل هل ينفع استخدم ماضي تام؟ قال له فعل مضاف اليه او اسم اي ان جي يا اسم يبقى في الحاله دي اقول افطر ايه؟ ها افطر بلينك صح؟ after his graduation بعد ايه؟ ها؟ تخرجه احذر لا بص هتلاقي افطر ورا افطر نقط على طول مفيش فعل اذا لقيت النقط بعد افطر على طول تختار فعل مضاف اليه ان جي او ايه؟ او اس دي ملحوظه رقم كام؟ ايه الثالثه؟ قال له ايه الثالثه دي؟ قال له في كلمه في اول النقط في اول جمله اول جمله بس بيجي وراها تصريف ايه؟ قال له مين اللي بيجي ورا الصرف الثالث؟ قال له هذا قال له طب وهافنج بالعرب معناه ايه؟ قال له لا اله الا الله بما ان دي بتحل محل دي يبقى نفس المعنى معناه ايه؟ بعد صح الكلام؟ دي ملحوظه رقم كام؟ ثلاثه اخر ملحوظه قال له ايه هي بقى؟ خدنا الكلام ده امبارح اربعه قال له بص يا استاذ هو افطر دي ها بتجيب وراها ايه؟ لو ما فيش فاعل اي ان جي صح طب هافنج دي ها بيجي وراها ايه؟ قال له تصريف تاني خلاص كده قال قال له طب افرض الجمله مبنيه للايه؟ قال له مبنيه للمجهول يبقى افطر بعدها بين وتصريف ايه؟ طب افرض مبنيه للمجهول في هذه قال له بين وتصريف ايه؟ ها صح كده؟ فالواد ما شافش ايه؟ مش لاقي اي ولا هي ولا شيء غباء راح مختار على طول اي ان جي طب مش تعرف الجمله معلومه ولا لو معلوم يبقى اي ان جي طب لو مجهول ها بين وتصريف تاني طب هافينج معلوم هافينج وراء معلوم يبقى هافينج وراء تصريف تاني لا ده الجمله مبنيه مجهول يبقى هافينج بين وتصريف تاني ده اللي اشتغلناه امبارح قال له خدنا العكس بتاعهم العكس بتاعهم قمنا قايلين كده كفايه ايه هو بقى بص يا سيد خدنا قاعده اسمها قاعده بيفور حصل الكلام ده طب هي بيفور ملهاش بايظه طيب اهو بتساوي كلمه بايظه ايه معناها ايه بالعربي قبل قال له طيب الاثنين دول ما فيش واحده كمان قال له في كلمه اسمها افتر ذات افتر ايه قال له طب يا سيدي ماشي ما ينفعش هوين معاهم تنفع لانها رقاصه وبترقص على كله صح كويس دول بقى بيجوا وراهم ايه قال له 2 1 قال له يعني 2 1 قال له يعني الحدث الثاني ثم الحدث طب الثاني كان بيبقى زمانه ايه ماضي بسيط قال له طب والاولاني ماضي تام طب لو جبناهم هم كلهم وحطيناهم في النص هتاخد عيالها معاها هتاخد عيال يلا اقفوا في النص هيبقى وراهم ايه ماضي بسيط ويبقى قبلهم ايه طب معلش يا مستر افرض الفاعل ها مش موجود يعني لا هي ولا شيء قال له يبقى بيفور بيجي وراها ماضي بسيط ولا اي ان جي طب الجمله مبنيه مجهول بينج وتصريف تام طب ايه النغمه قال له بص يا باشا انت عندك دلوقتي اللهم صل على محمد وبارك فيه النغمه it was only when سمع النغمه اسمع النغمه وبقى غني it was only when it was only when ماضي تام ماضي بسيط في النص ذات ايه اسمعي ايه يلا مع بعض النغمة It was only when ماضي تام ماضي بسيط في النص ذات ساز هي دي اسمها ايه تاني It was only when امال ايه دي ما هو واحدة بالإثبات was والتانية بالايه طب ما تسمعهم الاثنين حاضر It was only when ماضي تام ماضي بسيط في النص ذات It wasn't till It wasn't till ماضي تام ماضي بسيط في النص ذات يعني هما الاثنين قاعده ايه بس واحده اسمها ايه it was only
هيقول لك في اللجنة it was only not. وهيقول لك في اللجنة it wasn't not. until او till. ما هم الاثنين صح. صعبة اللجنة. مثال احسن من ان انا اقعد ايه? اكتبها مش كده? ها يبقى اقول ايه بقى? it was only when. ماضي تام. ماضي بسيط في النص ذات. هيجي لك اختيار على ذات. ده كان في امتحان تالتة ثانوي. طب والتانية it wasn't till. ها ماضي تام. ماضي بسيط في النص ذات. وممكن تل وممكن until. فقال له ها it was only when. ماضي تام. ماضي بسيط في النص ذات. قال له النص هنا. وهنا سوف نتوقف قليلا. ركز قوي في اللعبة اللي جاية دي. اسمعني. نص هنا. بالفلاح يا دوب بذاكر النور قطع. ايه? يا دوب بذاكر النور قطع. يا دوب هبدأ العب ابويا دخل. باللغة العربية بقى الفصحى. لم يكد ان يذاكر حتى اتى والدي. لم يكد ان يذاكر ولا حتى اتى ايه? والده. لم يكد ان يخرج حتى امطرت. يا دوب بيخرج الدنيا ايه? ده بالفلاح. قال له ما لها قاعدة. اولا انت عارف اسمها نوصنر تكملتها مهمة بالنسبة لي. لان انا ممكن اسيب القاعدة. القاعدة دي كلها شرح شرح شرح. وزنوعك في كلمة هي النوصنر قاعدتها الباقية اسمها ايه? نوصنر زان. نوصنر ايه? حلو. طب سؤال يا مستر. نلغي الصبورة دي شوية. هو انا لو بدأت الجملة بكلمة ايه? وحطيت في النص كلمة اسمها ايه? زي ما انت قلت زان. مش زت. زان. انا بركز لك بس عشان ايه? التوافه دي. زي ما حصل في الامتحان بعت لكم قاعدة افعل بالليل والناس اللي حضرت الحصة واللي ما حضرتش الحصة وقلت لهم ذاكروها تاني يوم دخلوا الامتحان بقى واخد. ما احنا ما بننجمش بس هو ما عندوش غير كده. هيجيب منين? فهو بيحب يلقط. الواد اكيد مذاكر قاعدة ايه? ها? نصور وحافظ اللي هنا. لا لا هستدوا ايه? نصنا الايه? نقط. زت ولا زت? وساعتها بقى دماغك بيلعب في اللجنة. هي زان ولا زت? نصور. ما هصبص. زت دي في النغمة. it was only when. ماضي تام. ماضي بسيط في النص زت. نصنا زان. نصنا زان. مش زت. حلو. عايز ايه بقى هنا في النص? قال له انت بدأت بيها في اول الجملة? الله بادئ الجملة بكلمة نصنا? الله. قال له حط وراها هاد وتصريف تالي. أليس هذا الماضي التام? رد علي. ده ماضي تام. صح كده? يبقى نصنا لما تيجي في اول الجملة بيجي وراها ايه? ها? هاد و... هاد وايه? وحط هنا عمه ده هو. يعني اقول هاد علي استضد? اه. هاد علي استضد. يعني مينفعش اقول نصنا علي هاد? لا. الفعل في النص. خلي بالك عشان نجيب لك اختياراتك. انت هتقول هات فعل تصريف تالت. نغمة برضو. ها? نصنا في اول الجملة. نغمة. ها? هات فعل تصريف تالت. هات فعل تصريف تالت. هات فعل تصريف تالت. طيب. سؤالة بس. اسأل. هو ما فيش الا نصنا بس. قالوا طب نخلص بيها الاول. يعني واحدة واحدة كده. انت قلت نصنا ايه? وراها زي ذات ايه? ها? ماضي بسيط. فاضل لك الجزء ده اللي بيسألوا عليه. او ما انا قايل له بص يا سيدي هات فعل تصريف. خلي بالك ان انا قدمت الايه? الفعل المساعد عن الفعل. مش لازم الكلام كده. ليه يا? اصل انا حافظها نغم. هات فعل تصريف تالت. هات فعل تصريف ايه? هات فعل تصريف ايه? سؤال عبر للقارات يا ريتك تجاوبه. صاروخ موجه. وانا اخترت هاد لي عشان في تصريف تالت. قال له اخترت هاد عشان في تصريف تالت. اخترت هاد لي عشان في تصريف ايه? لان هاد بيجي ورا تصريف ايه? طيب هو انا لو عملت ده وقلت له امشي يا تصريف يا تالت. وهات لي الفعل في المصدر. تعرف تختار هاد? هاتي بديل. غلط. ديد. لان ديد ياتي بعدها الفعل فين? اي خدمة. اشرب. بيسألك في فنيات ايه? كوجوان. وانت صغير. مين يا حبيبي اللي بيجي وراء الفعل في الماضي? فيربي تدو.
وبما ان الجمله ماضي يبقى ديت مش دعوه ولا هفكر. مع ان القاعده في كتاب المدرسه ايه؟ ها؟ هات فعل تصريف. انا بخاف ومن خاف سلم. يبقى لو لقيت الفعل في المصدر تختار ها؟ لا ديت. يبقى القاعده اسمها ايه؟ هات فعل تصريف تالي. وعندك واحده ستيب ديت فعل مصدر في ثانيه ثانوي هبقول لكم على الثالثه. الثالثه ستيب فعلكم اثنين. تاني راح. يبقى قاعدة نصنا اسمها ايه؟ نص الاول نصنا زين وبعد زين بها ماضي بسيط. طب في النص هات فعل تصريف تالت. طب ما فيش تصريف تالت. دي فعل ايه؟ يبقى لو لقيت هات هتختار ايه؟ تصريف تالت. لو لقيت هات هتختار ايه؟ طب لو لقيت ديت هتختار ايه؟ لان ممكن يجيب لك في اللجنة ديت فعل نقط وانت زي الاهطل تصريف تالت. يا ابني يا ديت بيجي ورا تصريف تالت. مصدر. خليك ذكي. تعال. اقتنصها. هو بيخاطب فيك عقلك ان انت خدت الكلام ده. طيب ماشي. خلصنا. كده خلصت القاعدة. ليه? هو في غير نصنا? في اتنين غيرها بس اتنين قاعدة واحدة. ونفس الشكل ونفس كل حاجة. قال له يعني الاثنين زي بعض. قال له بص يا سيد الاول نص ونار جاي ورا ايه؟ ها لما بتيجي في اول الجمله بيجي ورا ايه؟ هات فعل تصريف تاني. طب نص ونار ايه؟ زين. طب بعد زين ايه؟ ماضي بسيط. صح. قال له طب ايه القاعدتين اللي زي بعض وما بي نفس القاعده نفس القاعده بس ما تاخدش زين. قال له طب بتاخد ايه؟ قال له بص الاول واحده اسمها هاردلي والثانيه اسمها والاثنين بياخدوا هوين الله الله تاني والاثنين بياخدوا ايه؟ وين. طب قول لي النغمه بتاعتهم. حاضر هبدأ لك النغمه من هنا. نص ونار زين في النص هات فعل تصريف تالت او ديت فعل مصدر. طب الاثنين التانيين هارد لهوين سكيلس لهوين. شوف انا قلت ايه؟ هارد لهوين سكيلس لهوين. طب يجي في النص يا حبيبي هو زي اللي فوق هات فعل تصريف تالت او ديت فعل مصدر. يبقى لو قال لك هاردلي هتختار ايه؟ سكيرسلي هتختار ايه؟ طب لو قال لك نصونا زين. اوعى من التكمله دي من الكلمه اللي ناقصه دي. كله داخل سكه كله داخل بيجي في النص ايه؟ هات فعل تصريف تالت مش جايبها. انا عايز التكمله. خليك ذكي افهم. نصونا زين. طب ما انا اقول لك على حاجه بس ثانيه واحده. نصونر زين هارد لهوين سكيلس لهوين كده سمعتوه. نصونر زين هارد لهوين سكيلس لهوين. نصونر زين هارد لهوين سكيلس لهوين. في النص هات فعل تصريف ثالث لانه من الثلاثه قاعده. شي هاد نصونر. هي القاعده اسمها نصونر كانت جايه في الاول. طب اسمها نصونر زين والاثنين التانيين اسمهم هارد لهوين وسكيلس وين. كانوا جايين في الاول اول جمله كان بادئ الجمله بيهم. قال له لا ما انا هجيب ما الطلبه كلها داخله بقى. اذا اتت نصون ارزان وهارد لهوين وسكيلس وين في اول الجمله ياتي بعدهم هات فعل تصريف ثالث. انا مش هعمل كده. هجيب لك نصون ارزان وهارد لهوين وسكيلس لهوين مش في اول الجمله. والطلبه مذاكره كام شكل؟ التلاتة هما شكل فئة فعلا. التلاتة شكل ايه؟ واحد. بيبدأوا في ايه؟ في أول الجملة. وبيجي بعدهم ايه؟ هات فعل تصريف ثالث أو ديت فعل مصدر. والتانية اسمها هارد لهوين سكيلس وين نصونا ايه؟ زين. لكن أنا مش هعمل كده. أنا هجيب هارد لهوين سكيلس وين نصونا زين في النص مش في الأول. طب مكانهم فين حتة؟ قال له هو أنت بتعرف تقسم؟ قال له أقسم. قال له هو الدرس اسمه ماضي تام بيتكون من ايه؟ قال له هاد وتصريف تام. قال له حطهم في النص. نصونا جايه في النص ما بين هاد وتصريف ايه؟ طب هاردري ما بين هاد وتصريف؟ طب سكيرسي ما بين هاد وتصريف؟ والله ما انا قايلهم هم الثلاثه لما بيجوا في نص الجمله بيجوا قبل التصريف تالت. قبل التصريف ايه؟ عرفت مكانهم؟ يبقى لو جم في اول الجمله جم في اول الجمله يجوا وراهم هات فعل تصريف تالت. طب جم في نص الجملة حطهم قبل التصريف التالت. صعبة. خلصت القاعدة.
واو. طب انت فاكر النغمه؟ لا قوي النغمه. It was only when ماضي تام ماضي بسيط في النص زاد It wasn't till ماضي تام ماضي بسيط في النص زاد Hardly when scarcely when no sooner than إذا أتوا في أول الجملة يأتي بعدهم had فعل تصريف كان أو did فعل مصر وإذا أتوا في نص الجملة أضحهم أم تصريف الثاني. خلصت الأغنية ماشي. يبقى نصونا تتحط فين؟ ما بين هاد والتصريف التاني يبقى قبل التصريف ايه؟ طب وهارد قبل التصريف التاني. ما شاء الله. تيجي نحل تعال نشوف النغمة. It wasn't till ها ماضي تام ماضي بسيط في النص زاد ناقصك ايه؟ ماضي تام حل الجملة هاد مت. قال له طب اللي بعدها. هارد جاية فين؟ طب القاعدة اسمها هاردلي هوين هو طالب في النص ايه؟ شكرا. قال له طيب ها سكيرس اللي جايه فين؟ طالب مني اللي بعدها اذا اتوا في اول الجمل ياتي بعدهم هاد فاعل تصريف ثالث دور دي هاد فاعل تصريف ثالث؟ قال له طب ماشي اللي بعدها it was only when خلاص اتحلت. نغمة لو النغمة طارت من دماغك اعرف ان انت خلاص مش هتحلها. طيب يا شمس عندك ايه تاني؟ قال له بقى عندي شوية حاجات كده لو جت في الامتحان هتبقى كبيرة قوي. بيقول لك خلي بالك يا والد. خلي بالي ها تعالى بقى هو الدرس انا خلصت الدرس خلص يا جماعة الله. تعالى بقى هو انت كنت بتتكلم في ايه؟ قال له في الماضي التام. فالطلبة في مصر ليهم حاجة كده الدرس بيتكلم على الباسف يبقى كل الأسئلة باسف. طلبة الموضوع بيتكلم على يعني التتابع الجين هو كله على الجينات. طب الراجل بيتكلم على قاعدة اف هو كله على قاعدة اف. طيب هو انت مش متعلم جزء فات؟ قال له قال له ليه من اللي فات مع اللي انت بتدرسه دلوقتي؟ عشان اعمل لك كوكتيل اسئله. قال له ماشي ركز ركز قوي دلوقتي قوي. باي وسنه في الماضي ثانيه واحده بدايه الشرح في الماضي التام قلت لك كلمه اوعى تنساها باي يسترداي. باي ايه يا باشا؟ سيبني واسمعني واسمع اكتر ما تتكلم اشتري وما تبيعش اتعلم. قلت يا مستر في اول الحصه باي يسترداي او باي واي فتره زمنيه في الماضي باي يسترداي او باي واي سنه فين حلو تاخد زمن ايه ماضي تام يعني هنا المفروض يبقى ماضي تام يعني لو جالي في اللجنه في الامتحان باي وسنه في الماضي باي وسنه فين اختار ماضي تام وي هاد ببلشت قال له طب حلوه دي علامتين اهم ها باي يسترداي وباي وسنه في الماضي خلي بالك خلي بالك من ايدي باي ويسترداي وباي واي سنه فين نفس المكان ماضي تام صح. قال له طب سؤال تاني افرض جالي انتل في اول الشرح يا ريتك تفتكر قلت لك سالتك سؤال او الشرح القاعده او الشرح القاعده قلت لك هو تلو انتل ما بتجيش الا في النص بس قلت لي يا مستر هي مكانها في النص الجمل دايما ما بتجيش الا في احنا لسه شرحنا في النص ما بتجيش الا تلو انتل ما بتجيش الا فين في النص قلت لك ها في اول الشرح في اول الشرح قلت لك ما تجيش اول جمله قمت ساكتين كده ازاي ابدا الجمله بحتى يعني معناها حتى تمشي زي دي ها لم لم انم لم انم لم انام حتى اتى والدي يعني بتيجي في النص بس يا مستر تيجي في اول جمله الله لو جه سنه فين في الماضي يعني ابدا بيها جمله قال له اتفرج كده يا باشا until 2015 يعني في اول جمله وانا كنت مفكر ان تيلو انتل ما تجيش انا فين لا يا باشا اجيبها في اول الجمله بشرط ان هي تبعدها سنه في الماضي
اسال كده اسال لك عمرها ما تيجي الا في نص سنه. لا باشا انا جايبها لك في اول الجمله بس قبلها سنه فين بعدها معاها سنه فين في الماضي. يبقى ثانيه واحده ما تيجي نوحد الله باي يستر دي وباي وسنه في الماضي وتل وانتل وسنه شوف ايدي وسنه فين ما كل لك ماضي تام بس تل وانتل هتزيد عليهم حاجه الماضي التام يكون ايه عشان كده قال لك ايه وي هادنت فينيشد مش وي هاد شفت زياده يبقى ثانيه واحده باي يستر دي وباي سنه في الماضي وانتل سنه في الماضي كل ده بيديني ماضي تام معانا تل وانتل بنزود عليها النافيه صعب. قال له طيب لحد دلوقتي احنا ما طلعناش بره الدرس على فكره لان احنا بندرس النهارده زمن الماضي ليه. قال له يا راجل يعني انا لو جبت لك ات يستر دي هتختار ايه. قال له اختار ماضي تام. ليه هو انا قلت لك باي يستر دي ولا ات يستر دي؟ اه انت قلت لي باي باي يستر دي ماضي تام صح يعني باي يستر دي تاخد ماضي تام. ما لو قلت ات. قال له مش فارقه ما كلها حروف جر. انت تهزر. هو اللي هي 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 باي يستر دي تديني ماضي تام ات يستر دي مورني تديني ماضي مستمر. احنا في اليوم ده ما عندناش ماضي مستمر. قالوا لا اله الا الله ما انت واخد الماضي المستمر لما كان في حدث قطع ايه اوبا. طب انت هتلم لي اه ما هو الانجليزي بيلم ما بياخدش قاعده بقول لك كله يجي بقى وريني الواد فاكر ولا لا. تاني يا مستر يبقى باي ده انا كده هركز باي يستر دي وباي مدة زمنية في الماضي سنة في الماضي وتلو انتل وبرضه سنة في الماضي كل ده بياخد ماضي تام ما عدا تلو انتل بنزود لها نفي. امال ات يستر دي مورنينج ماضي مستمر اللي هو ووز وير واي ان جي. قال له هي يا باشا انت رايح فين ووز وير واي ان جي. حلوة دي ده ممكن تيجي في الاسئلة بقول لك كله زي بعضه اه. قال له طب سؤال هستير ان بقى وسنة في الماضي هي تختلف يعني ما كلها سنين ربنا. قال له ثانية واحدة ثانية واحدة. قال له طالما ان احنا مش الكلمة دي انت اديتها لنا في شرح المضارع التام الفرق بينها و... قلت له اه ان وسنة في الماضي تديني ماضي بسيط. ان سنة في الماضي تديني ايه؟ يعني اختار هنا ماضي بسيط. الله. قال له يعني ان وسنة في الماضي اختار بوت. تصدق كنت في اللجنة هختار هاد بوت بما ان اليونت ماضي تاني. ما احنا متعودين على كده قلنا. الواد بيدرس ماضي تام يبقى كل الاسئلة. طب ما انا يبقى عملت ايه؟ ما الواد مش هيحل واجب هيجي هنا تحت يقول علم يا ابني على الماضي التام. ركز. اخر جدول مهم جدا. يبقى ان سنة في الماضي. ان سنة في الماضي؟ ماضي بسيط. طب باي سنة في الماضي؟ ماضي تاني. طب تلو انتل سنه في الماضي ماضي تام بس منفي. طب ات ها وسنه في ات يستر دي ما قالش باي يستر دي قال ات يستر دي مورنينج. طب باي يستر دي ماضي تام. قال له طب سنس سنه في الماضي. قال له سنس مش دي سنس وفور مضارع تام اتكل على الله. قال له طيب ملحوظه مهمه جدا خلاص ملحوظه بتقول فاكر دول في الترم الاول؟ قال له لا مش فاكر. قال له خلاص هفكرك بيها. حاضر. انت مش فاكر؟ انا هفكرك بيها. صلى على النبي. كنا في الترم الاول بنقول اي ويش. مالناش دعوه مع اي ويش اي درازه. بيجي وراهم فاعل. افتكر. اي ويش علي. اي ويش سمير. اي ويش يو. اي ويش شي. اي ويش هي. يبقى لازم فاعل صح؟ فكنا بنقول لك يا ابني اختار هنا ماضي بسيط. افتكر كده في الترم الاول اول يونت كان عندنا الماضي البسيط. اتفقنا؟ حلو. بس في الاول يا اخي قلت لك في اول السنه لازم يبقى فيه هنا ناون. مثلا ات ذيس مومنت. ات ايه؟ ذيس مومنت. ات بريزنت. طيب قلت لك ان وش افتكر قاعدة تراجعية. قاعدة ايه؟ اه هو انت واقف في زمن ايه؟ قال له دلوقتي. ودلوقتي ده اسمه ايه؟ مضارع. ارجع زمن يبقى ماضي بسيط.
والمضارع لما يرجع لورا يبقى ماضي وسيم. صح؟ صح؟ كويس. قال له طيب ها ده كده الترم الاول صح؟ اهدى بس انت واقف فين؟ قال له في زمن الماضي. قال له طب ارجع زمن. قال له الماضي لا الماضي بسيط ها الماضي لما احب ارجع اقدم منه اختار ماضي تاني. سامعني؟ ايه الكلام الحلاوه ده؟ ايه الكمال ده؟ يعني اي ويش ها اي ويش اي دراز اتو اتو اتز ولا اتوز؟ وراها ايه ده؟ فعلا اللي هو احمد وسمير وهي وهو صح؟ اه طيب ها اخترت ايه؟ ليه؟ قال له عشان في زائد لسه انت ما قريتهاش. قال له ايه الزائد دي؟ قال له الزائد دي يا باشا لما احب انني ها وجود كلمه دل على اللي هي كانت ايه؟ يسترداي مفيش يسترداي لاست اجو اي كلمه دل على الماضي يبقى خلينا اختار ايه؟ صح اوعى يعني انا هعوز الكلام ده مش تانية هعوز الم الكلام ده في ثالث ثانوي اه طب هم معاك هم الاثنين لما يجي واحد يقول لك اي ويش اي درازا ات از تايم او ات واز تايم عندك كلمه دل على دلوقتي قال له ارجع زمن خليك لا خليك ذكي قول له ارجع زمن انت واقف فين قال له جات لي في اللجنه ناو ات ذس مومنت قال له ناو يعني مضارع ارجع زمن اختار يا ابني مره بسيط قال له لا انا واقف في اليستر دي ايه قال له خلاص ارجع زمن يبقى ماضي تاني مش محتاجه مذاكره وحفظ صح يبقى اسمها قاعده ايه تراجعي قال له طيب ماشي يبقى هنا اي ويش جاء في الاخر ايه ما جابش يستر دي يا مستر اخنقك خلاص ايوه يعني كده انا واقف في الماضي هرجع زمن ايوه يبقى ماضي تاني في قال له طب اي درازه قال له ايوه اهي يا مستر يستر يعني وانت وقفت على يستر دي يستر دي لص اجو اي حاجه كده اهو اختار ايه ماضي تاني طيب قال له حل بقى ها حل ايه؟ قال له باي ها وفترة زمنية في الماضي اختار ايه؟ طب وهي دي سنة في الماضي؟ لا امال انت بتحل ماضي تاني ازاي؟ ما خدش بالي والله معلش انا اسف انت قلت باي وفترة زمنية فين؟ يعني باي سنة 2005 2015 2021 دي تعتبر ماضي لا احنا في 23 لازم سنة في الماضي لازم سنة فين؟ لكن ده كتب لك ايه؟ خدتش بالك انت ايه؟ لاست نايت امبارح بالليل وامبارح بالليل ده ما اديكيش امبارح بالليل ما اديكيش ماضي تام تاني لاست ها لاست لما يكون معاه سنه في الماضي مش تاخد ماضي تام فقال له طب بس انا ما عنديش سنه هنا قال له طب طالما ما عندكش سنه مش كتب لك لاست نايت لاست ايه لاست نايت لاست مورنينج الصبح امبارح الصبح امبارح بالليل امبارح الظهر لاست نون يبقى كل الكلمات دي عوضت عن السنه بان الحدث تم في ايه؟ بس هنا بايتني دي هي دي تدي ماضي؟ ازاي يا باشا انا عايز ايه؟ فتره زمنيه فين؟ ها؟ في الماضي. قال له ما عنديش، قال له يبقى هختار حاجه غلط، قال له ما كتب لك في الاخر كلمه ايه؟ لاست نايت امبارح في الماضي. اه يبقى امبارح في الماضي ومعايا المده الزمنيه اللي هي كانت الساعه 10 امبارح يبقى عامله زي سنه كام بقى؟ ها؟ انا النهارده 2023 امبارح 2022 قال له طب كمل لاست نايت ولا ها يا رب لاست نايت واي طب هنا لاست نايت بس ها ارجع بقى ها الله ينور عليك فهمتي يبقى لاست لاستات معها فترات الله عليك الاغاني تاني لاستات معها الفترات ها ماضي تاني طب لاستات وسكت مفيش فترات في الماضي يبقى ماضي ايه بسيط هو الماضي بسيط عباره عن ايه اتصل مع عباره عن ايه اتصل تاني ليه ايه كلمه الدال عليه لاست اجو يسترداي ان وسنه في الماضي ان صح طب سؤال معلش لو خليت لك ان دي باي هتختار برضو موف امال هتختار ايه هاد موف قال له طيب ها انطل وسنه في الماضي ها يبقى اختار ايه طب ما ينفعش هاد لا يا مستر انطل بيجي معاها منفيات النغمه ماشيه معاكم يبقى انطل ها سنه يبقى معاها منفيات يبقى حل الجمله
هل انت ممكن؟ اي ويش. استنى بقى اما اشوف اي ويش التراجعيه دي. ها ادور الاول ادور. يلا اتفضل. هتختار ايه؟ ها هتختار ماضي بسيط ولا هتختار ماضي كامل؟ ماضي تاني. صح ماضي تاني اللي هو هاد ستارت. الله ينور عليك. طيب كده انتهى الفيديو.